السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما بخير. النهاردة هنعمل مع بعض كبد فراخ، طريقة الكبدة، وعندنا عجين الطعمية قليناها مع بعض، وعندنا برنجان حمرناه، وكان غدانا النهاردة نواشف، وطريقة سهلة وبسيطة جدا. ويلا نشوف المكونات مع بعض يا حبايبي. المكونات معانا عندنا كبايد فراخ يا بنات، الكبدة بتاعة الفراخ، وعندنا هنا الخلطة بتاعة الكبدة اللي هنعمل بها الكبدة، عندنا شبت وبقدونس وبصلة كبيرة متقطعة وقرن فلفل رومي وقرن شطة ونص حباية طماطم، دي الخلطة اللي هنعمل بها الكبدة، وعندنا برضو فصين ثوم دي تبع الكبدة برضو. وعندنا هنا عجين الطعمية طبعا كلكم عارفينها، بس احنا ضايفين لها حبة بهارات وفلفلة سمرة وملحة من عندنا. ومعانا هنا برنجان مقطعينه زي ما انتم شايفين كده، وحاطين عليه ملح يتحدق شوية. اول حاجة هنعملها مع بعض الكبدة، يلا بينا نعمل الكبدة مع بعض. حطينا الحلة على النار يا بنات زي ما انتم شايفين. هنحط اول حاجة فص الثوم، هنحمره شوية، عشان هنشوح فيه الكبدة. ابتدى تصفري معانا، هنضيف الكبدة يا بنات زي ما انتم شايفين يا حبايبي. وصفة سهلة جدا وهتعجبكم ان شاء الله يا حبايبي. هنقلبها كده شوية، نشوحها عشان نضيف عليها المكونات. وصفة بسيطة مش هتاخد منك اي وقت ولا اي مجهود. هنضيف المكونات، الشبت والبقدونس والبصل والقرن الشطة والثوم زي ما انتوا عارفين. هنضيف البهارات والملح يا حبايبي. هنقلب كل المكونات دي مع بعض كويس. طبعا انتوا عارفين الكبد الفراخ يا بنات ما بتاخدش وقت في السوى، ما بتتحملش، يعني يا دوبك هنهدى، هنسيبها لما تبتدي تستوي معانا كده، ونهدى عليها 5 دقايق ونطفي عليها على طول، ما بتاخدش اي وقت مني. وزي ما انتوا شايفين يا بنات اهي، هنسيبها قيمة 5 دقايق، بعد ما تقلب نهد عليها 5 دقايق، يعني هتاخد لها حوالي 10 دقايق يا حبايبي. زي ما انتوا شايفين يا حبايبي الكبدة بقالها 5 دقايق اهي، قربت تستوى، دخلت في السوا خالص اهي، هي والمكونات كلها. هنهد عليها بقى النار ونسيبها 5 دقايق كمان، ويلا بينا نقلي البرنجان. ودي يا بنات الطاسة على النار، هنقلي البرنجان. وده يا بنات البرنجان اتحمر معانا اهو يا حبايبي زي ما انتوا شايفين. هطلعه واخلص الكميه اللي معايا وارجع لكم تاني يا حبايبي. خلصنا يا بنات البرنجان وبنحمر في الطعميه يا حبايبي زي ما انتوا شايفين. وبكده يا حبايبي خلصنا غدا النهارده زي ما انتوا شايفين، ادي الكبده بتاعتنا خلصت جميله معانا اهيت يا بنات، ما شاء الله عليها حكايه، ما خدتش اي وقت منك خالص. وعندنا هنا البرنجان المقلي اللي انا هو جميل خالص اهو يا بنات. وعندنا هنا الطعميه بتاعتنا شايفينها، وقدمنا معاهم الطحينة اللي احنا عملناها مع بعض قبل كده. وعندنا هنا لفت يا بنات، كنت جايباهم حدها بس كان عندي لفت وحطيت ده سليم، ما قطعتوش عشان يتحمل في الملح، بس لسه هقطعه يعني دلوقتي. انا قدمته كده سليم عشان اصور، وكنت جايباه وحددته، والورق بتاعه يا بنات مرمتوش، عينته ان شاء الله هنعمله مع بعض محشي ان شاء الله. وقدمنا طماطم مقطعه طرنشات وفلفل زي ما انتم شايفين، وعندنا جبنه بيضه. وده كان الغدا بتاعنا يا بنات، وصفه سهله وبسيطه جدا، وقلنا تغيير في الغدا، بلاش نطبخ النهارده، نقضيها نواشف. وكانت وصفه سهله وجميله جدا، وما خدش مننا اي وقت،
زي ما انتوا شايفين يا حبايب. ولو الفيديو عجبكم يا حبايب قلبي اعملوا شير ولايك، ولو اول مرة تشوف القناة اعملوا اشتراك عشان يوصلكم كل جديد من مني للأكلات البسيطة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.